بسم الله. الروماتيزم وجدت نتائج جيدة جدا لكثير من الناس المصابين بالروماتيزم عندما أوقفوا الحليب ومشتقاته. وهناك دراسات في بريطانيا تثبت أن الكريات الدم البيضاء أو الحمراء جزء منها قد تتقعر أو تتحدوب أو يصبح فيها تشوه إذا أكثرنا من تناول الأجبان. ستخف آلام الروماتيزم تدريجيا مع التوقف من تناول الحليب ومشتقاته. مفيد أكل ورقة ملفوف يوميا وشرب عصير الجزر مع عصير الشمندر 3 مرات في اليوم. أيضا الشمر الحب إذا أضفناه مع اليانسون وأضفناه مع الكمون يخفف من آلام الروماتيزم. أيضا لا ننسى تأثير الهواء البارد خاصة المكيف أو بعد الحمام، لا نجفف أجسامنا، هذا يؤثر في الروماتيزم. حتى لو لم تستطع المشي فامشي فإنه يفيد الروماتيزم، امشي واستمر. أكل التمر أيضا يفيد مرضى الروماتيزم بشرط ألا تزيد عن 3 حبات. شكرا لكم.